معانا كمان على التليفون استاذ جمال الزهيري. مساء الخير يا استاذ جمال. مساء الخير يا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يا كابتن سام، اهلا بيك يا استاذ جمال. حضرتك يا فندم. استاذ جمال، عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. العنوان او المانشيت اللي انت تكتبه النهارده عن البطوله دي ايه؟ شوفي، يعني المانشيت المهم جدا اللي هو بيلخص يعني كل حاجه، ان مصر تبهر العالم، اوفت بالوعد في الزمن الصعب، يعني في زمن الكورونا قدرنا ان احنا ننظم هذه البطوله، رغم ان كان في ناس كتيره طبعا اصحاب مصالح يعني كانوا بيشككوا في امكانيه اقامه البطوله في ظل هذه الظروف الصعبه. حضراتكم عارفين العالم كله متوقف تماما بسبب الكورونا، وفي بطولات كبرى يمكن على رأسها طبعا الأولمبياد طوكيو، كل ده اتأجل، ولذلك كان مهم جدا. يعني أنا التقيت بالدكتور حسن مصطفى من حوالي أسبوعين، أكد لي تماما أن البطولة ستقام في موعدها، وزي ما قال الكابتن هشام دلوقتي كان معمول حساب الفرق اللي هتتخلف لأي سبب من الأسباب، كانت البدائل موجودة. وهنا برضو لازم اتفق معاكو ان احنا نشيد بالدور الكبير جدا اللي لعبه الدكتور حسن مصطفى طبعا كمصري، مش بس كرئيس للاتحاد الدولي وتعاونه الكامل مع طبعا اللجنة العليا ومع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. يعني الحقيقة هي منظومة عمل متكاملة نجحوا خلالها ان هم يقدموا لنا البطوله في الميعاد المظبوط جدا بدون اي تغيير او تاخير. طبعا اضافه او في الاساس كان حضور طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هو مهم جدا، واعتقد ان ده كان ضمانه برضو كبيره اهتمام الدوله المصريه بإنجاح هذه البطولة. صحيح، يمكن حماس الدكتور حسن مصطفى ومعاه طبعا كل القائمين على منظومة كرة اليد العالمية، ده نعم. لقاها سبورت واضح جدا ومساندة أكتر من رائعة من الحكومة المصرية طبعا على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان سيادة الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بناء كمان ان هو كان لعيب كرة يد، وبالتالي كان في اصرار زي ما حضرتك بتقول يا استاذ جمال ان احنا رغم الصعوبات هذه البطولة تقام، وكمان تقام بشكل اكتر من رائع من افتتاحية رائعة. شفت الافتتاحية ازاي يوم افتتاح البطولة يا استاذ جمال؟ كانت في الحقيقة رائعة من جميع الوجوه يا كابتن هاني، سواء من ناحية حفل الافتتاح اللي هو الحفل الفني، برضو تألق واضح جدا للفنان تامر حسني ومروان، وكان في نوع من انواع الشغل يعني كان بحب شديد والجميع عاوز ينجح البطولة، غير طبعا الاحتفالية نفسها كانت رائعة، والتصوير والإخراج يعني وعثمان أبو لبن طبعا وجاله تحية، والعروض الفنية كمان يا أستاذ سام طبعا اللي تقدمت. يعني الحقيقة أنه ده برضو اللي بيرجعني دايما أقول أنه ما كانش فيه لحظة في تردد في إقامة الحدث. من الدي وان، من أول يوم تصدينا فيه لتنظيم هذه البطولة لم نفكر ولم يفكر أحد في الدولة المصرية ككل في أن البطولة تؤجل، لأنه برضو لازم نقول أن هناك كثير من المتربصين اللي كانوا بيراهنوا على أننا مش هنقدر نعمل ده. بعد كده برضو الإجراءات الاحترازية كابتن هاني صحيح مهمة جدا، أكيد يعني أنه اللعيبة شبه معزولين تماما عن اي محيط خارجي بيتحركوا، يعني زي ما قال في احد المنظمين مش ناقص غير انه يبقى في مستشفى جوه الاتوبيس. يعني المكان الوحيد اللي ما فيهوش عياده او دكتور جوه الاتوبيس، ولكن الكل بيتحرك داخل ما سمي بالفقاعه، كبسوله فقاعه طبيه طبعا اكيد يعني او الكبسوله دي صحيح. الكل الحقيقه أشاد بيها لدرجة إن إحنا
قرينا تقارير عالمية أنه هيتم الاستفادة من هذه التجربة الناجحة جدا في بطولات كبرى تصل إلى الأولمبياد نفسه. يعني نفس التجربة ستنقل، ومش عيب أبدا أن الدول بتنقل عن بعضها. إحنا نقلنا مثلا من روسيا في كأس العالم نظام التذاكر والدخول اللي هو عملته شركة تذكرتي الوطنية المصرية، وقدرنا أن إحنا نكرر التجربة بشكل أكثر من ناجح. يعني أكيد إن شاء الله مصر دايما بتقدم نماذج ناجحة، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا كمان ولكرة اليد، خاصة إن شعبية كرة اليد شعبية كبيرة، ودايما بنقول إن البطولات العالمية بغض النظر عن المكاسب الرياضية، لكن أنا بأكد لحضرتك كمان النقطة اللي بتقول عليها، لأن إحنا عارفين الفرق الأوروبية والأسيوية اليابان كل اللعيبة عندها ارتياحية كبيرة جدا، ولو كان في أي تقصير صغير أنت عارف الفرق ديت أو الناس دي ما بتستناش، أكيد كانت هتبقى فيها علامات استفهام موجودة، لكن لغاية دلوقتي الحمد لله كل الأمور ماشية بشكل أكتر من رائع. نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا والوصول لأبعد نقطة بإذن الله. وده أهم حاجة طبعا يا كابتن، إن هو الفريق نفسه نقدر نقول ان هو عباره عن مزيج من اصحاب الخبره صحيح. قياده احمد الاحمر والمنتخبين اللي حضرتك اشرت ليهم اللي هم منتخب الشباب ثالث العالم ومنتخب الناشئين صاحب الميداليه الذهبيه طبعا، فده كله بالاضافه طبعا للسبعه لعيبه المحترفين. اعتقد ان احنا عندنا خبرات نقدر بيها ان شاء الله لاعيبتنا يقدموا لنا عروض كويسة جدا جدا، وإن شاء الله نرتقي في الترتيب العالمي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا، والشكر شكر جزيل لحضرتك أستاذ جمال الزوري، دايما دايما متعنا ومستنينك في البيت الكبير إن شاء الله. إن شاء الله قريبا نكون معاكم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كابتن، شكرا أستاذ. شكرا ليك. مش عايزين كمان طبعا ننسى الدور الكبير اللي بيقوم به الدكتور أشرف صبحي، فعلا وزير الرياضة بيقوم بدور أكتر من رائع، بس مش اهتمامه بكرة القدم لكن على جميع المستويات. دكتور أشرف صبحي بيتابع حتى يعني موجود في الافتتاح وبيتابع أعتقد كل المباريات المتاحة على استاد القاهرة في 6 أكتوبر في 4 صالات بيقام فيها. فكل الشكر كمان للدكتور أشرف صبحي على هذا المجهود الرائع اللي بيقوم بيه، وده عهدنا دايما بيه الدكتور اشرف. وزارة الصحة طبعا، اكيد طبعا الدكتور هلا زايد يعني كل الناس بصراحة، وطبعا ومجلس الوزراء طبعا يعني اكيد اكيد، وكل الشكر. وان شاء الله بقى يعني ان شاء الله يعني منتخبنا فعلا يحقق نتيجة إيجابية، واحنا كلنا يعني متفائلين الحقيقة ان فعلا يعني حقق رقم إيجابي في هذه البطولة ان شاء الله بإذن الله.